خلاص الناس، خلاص الناس طهقت، الناس جدت. يعني انا مش عارف اللي هو ازاي الدنيا كلها بتغلى والدنيا كلها رايحه في 60 داهيه. يعني بتاع ايه الواحد يوم الصبح يلاقي نفسه لازق في السرير؟ هو احنا ايه، صباح كفته؟ انت جيت تعمل تخفيف تخفيف احمال، عملت تخفيف اوزان. الناس بقت ماشيه خلاص، الناس ماشيه رجلها بتخبط في بعضها. الشوال اللي قاعدينهم في البيوت الكهرباء قاطعه فيهم، الشوال اللي مشيهم في الشارع الشمس عموديه على دماغ الواحد. يعني خلاص الدنيا فاهم، خلاص الدنيا باظت، الدنيا الواحد جد، الناس جابت اخرها اقسم بالله. كل حاجه غاليه، كل حاجه بتضرب في السماء. منين دلوقتي لو اسره مكونه من 4 افراد بالفطار بتاعهم بيعدي ال 150 جنيه ده فطار بس، ومش هيفطروا اكل نظيف ولا يفطروا اي حاجه، ده هياكلوا عيش وفلافل وممكن يجيبوا حته جبنه يعني في النص كده ب 150 جنيه فطار. قول غدا زيهم برضه هيفطروا نفس اللي هيتغدوا نفس اللي فطروا منه، وقول عشا نفس القصه. يعني انت عايز لك في الشهر فيما لا يقل عن 10000 جنيه طفح بس، 10000 جنيه طفح بس. الناس تجيب منين؟ الناس تجيب منين؟ اقسم بالله الناس جابت اخرها خلاص. فين وزير التموين؟ فين وزير الكهرباء؟ فين الناس اللي عماله تحرم مننا فلوس دي بس؟ بنمشي على الطريق بندفع كره كل يوم فوق ال 100 جنيه. طيب منين؟ ما الفلوس دي كلها رايحه فين؟ احنا عايزين نعرف اللي بقى. خلاص لبست في حيطه مثلا، عرفونا من غير ما تدونا انذار. لو كانت لبست في حيطه قولوا لنا ان هي لبست في حيطه وده اخر المطاف واللي عندكم اعملوه. طالع الوزير طالع يقول استحملونا، هنستحملكم لحد امتى؟ بتقولوا استحملونا، هنستحمله لحد امتى؟ خلاص كده ما بقيناش قادرين نستحمل. والله احنا جبنا اخرنا اقسم بالله، هنستحمل لحد فين ولامتى؟ وهنستحمل ازاي؟ وهنعيش ازاي؟ يعني اللي هو بدل ما تقولوا استحملونا ادونا حلول اللي احنا نعيش بيها، عرفونا نعيش ازاي، كيفيه المعيشه في الوضع الحالي، عايزين نعرف نعيش بس ازاي. ويا رب بس ما تحاسبوناش على الهوا اللي احنا بنتنفسه كمان. يعني الواحد اقسم بالله خلاص الدنيا الناس جابت اخرها، الناس جابت اخرها خلاص. لو الشعب طلع هينفجر، مفيش حد هيعرف يلمه. خلاص كده احنا قضينا الجضدان في احسن صوره الوضع الحالي.